مشكلة عبد الله السعيد والنادي الأهلي، طبعا الكلام كتر قوي من ناحيتين، وابتدى يعني المحامي بتاع عبد الله السعيد بيقول إنه اشتكينا في الكاس وإنه الأهلي كده ممكن يتمنع من النشاط والكلام ده. قول لنا بقى القصة كلها إيه؟ طيب ببساطة كده عشان نلخص الموضوع، النادي الأهلي كان واخد حكم نهائي على عبد الله السعيد من مركز التحكيم والتسوية داخل مصر، مركز التحكيم والتسوية داخل مصر بتغريمه 2 مليون دولار. طيب النادي الأهلي أصلا في القضية دي لما راح للفيفا في بداية التقاضي، الفيفا أبلغه بأن هذا الأمر ده عقد ثلاثي كان ما بين النادي الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد، ده أمر احنا ملناش دعوه بيه ويحلوه في الشأن الداخلي ما بينكم ما بين الاهلي وبين عبد الله السعيد. اهلي جد قال انا ماليش دعوه، انا بره الحوار. الخناقه ما بين عبد الله وبين النادي الاهلي. فالنادي الاهلي راح لمركز التحكيم والتسويه داخل مصر وحصل على حكم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار امريكي. عبد الله السعيد استأنف ضد الحكم ده قدام المحكمه الرياضيه الكاس في سويسرا. طيب النادي الاهلي اصلا معاه حكم فهو عايز ينفذه، لان عبد الله السعيد من ساعتها ما دفعش الفلوس، فبالتالي مركز التحكيم والتسويه هو جهه قضائيه يعني في الشق المالي. فبالتالي النادي الاهلي قدم ان خلال فتره من صدور الحكم لغايه دلوقتي احنا ما خدناش فلوسنا، فلو سمحتوا احنا عايزين حقنا، عايزين ما يضمن حقنا، لان احنا بنتكلم النهارده فيما يقرب من 40 مليون جنيه، مبلغ مش قليل. فبالفعل النادي الاهلي حصل على حكم بان هو يحجز على ارصده وممتلكات عبد الله السعيد، يعني اي حاجه مكتوبه باسم عبد الله السعيد لن يستطيع التصرف فيها كممتلكات. كل ارصده اي رصيد في اي بنك باسم عبد الله السعيد مش هيقدر يسحب منه اي فلوس لحين سداد المبالغ للنادي الاهلي. محامي عبد الله السعيد من ساعه ما النادي الاهلي يعني طلع التصريحات وطلع الخبر نازل في سين من التصريحات، اولهم تصريح انا بقول له تصريح ده مش صحيح خالص، ان هو قال ان النادي الاهلي هيتم معاقبته من الفيفا لان هو لجأ للقضاء خارج التحكيم الرياضي. لا ده امر مش صحيح، لان اصلا الفيفا الاتحاد الدولي هو اللي قال من بدايه الامر احنا ملناش دعوه بهذا الامر، دي امور ماليه، الامور الماليه ملهاش دعوه بالامور الرياضيه. ودي مثل الفيفا مثلا لما جه الاف بي اي في سويسرا وقبضوا على عدد من اعضاء الاتحاد الدولي، ولو نفتكر حتى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق تم القبض عليه من داخل فندق في سويسرا اف بي اي وهي جهه امنيه امريكيه. ف سالنا هو ازاي النهارده تدخلوا في الفيفا والشق الرياضي والهزيمه، فقالوا لا هنا في قضايا اختلاس وفي قضايا متعلقه باختلاسات ماليه، فهنا لا في الامور الماليه الفيفا بيتنحى جانبا، انت النهارده في حكم عليك فلوس ادفع، احنا مالناش دعوه كده، ده مش شق رياضي ده شق مجتمعي، شق قضائي انتوا تصرفوا فيه احنا ما بنتدخلش. وبالتالي طبعا عبد الله السعيد مستمر في استئنافه في الكاس ده شق يعني دي حاجه ودي حاجه. طبعا بيتكلم جهه مختلفه عن الثانيه، النادي الاهلي بيضمن حقه، النادي الاهلي بيضمن حقه، انا معايا حكم، انا ليه عندك فلوس؟ اديني فلوسي، لان النهارده العقد اللي تم ابرامه من النادي الاهلي وعبد الله السعيد واهلي جده، الفيفا قال انا مش هتدخل في هذا الامر، ده شأن داخلي ما بيني النادي الاهلي واللاعب، حلوا انتوا مع بعض.